إنك حميد مجيد. إن السر الروحي الذي يهبه الله تعالى لمن يشاء من عباده هو اصطفاء ورحمة من الله تعالى لعباده الصادقين المخلصين الذين فنوا عن ذواتهم بذات الله تعالى بالفناء الكلي. فالسر يكون منحة وتشجيعا من الله عز وجل للسالك المريد كي يواصل سيره على طريق الطاعة والعبادة. ذلك أن السر هو نوع من الواردات النورانية التي لا يحسن البوح بها أو إشاعتها لدى الناس مخافة فقدانها أثرها التربوي الإيماني. قال الشيخ ابن عطاء الله السكندري في كتاب الحكم العطائية: لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته أي أسراره، فإن ذلك يقلل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربه. والسر هو عبارة عن محل التجليات الإلهية وكشف الأنوار الملكوتية. فالسر لخواص الخواص، والنفس لأهل عالم الملك، والروح لأهل عالم الملكوت، والسر لأهل عالم الجبروت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل. وهذا هو السر الذي استودع في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج في أبطن البواطن 30,000، ولم يفشها على أحد من العامة سوى أصحابه المقربين وأصحاب الصفة. فبركة ذلك السر هو قيام الشريعة إلى يوم القيامة. فالعلم الباطن يهدي إلى ذلك السر، والعلوم والمعارف كلها قشر ذلك السر. أما السر في اصطلاح أهل الحقيقة فهو لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن، وهو محل المشاهدة، وما خفي عن الخلق فلا يعلم به إلا الحق، وخفاء بين العدم والوجود موجود في معناه، وما غيبه الحق ولم يشرف عليه الخلق. فسر الخلق ما أشرف عليه الحق بلا واسطة، وسر الحق ما يطلع عليه إلا الحق. وعند القوم السر ألطف من الروح، والروح أشرف من القلب. ويطلق لفظ السر على ما يكون مصونا مكتوبا ما بين العبد والحق سبحانه في الأحوال. لذلك قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار. وقيل إن السر إخفاء حال المحبة، وقيل أن السر هو محل المشاهدة، والروح محل المحبة، والقلب محل المعرفة. وقيل السر ثلاثة: سر العلم وهو حقيقة العالمين بالله عز وجل، وسر الحال وهو معرفة مراد الله تعالى في الحال من الله، وسر الحقيقة وهو ما وقعت به الإشارة. والسر هو ما يخص كل شيء من الحق عند التوجه الإيجادي إليه، وهو عبارة عن محل تجليات الأسرار الجبروتية. وسر السر من فرد به الحق عن العبد كالعلم بتفصيل الحقائق. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقيل أن سر السر ما لا يحس به السر، فإن أحس به فلا يقال له سر.
وسر الربوبية هو توقفها على المربوب. قال سهل: للربوبية سر، لو ظهر لبطلت الربوبية. وسر سر الربوبية هو حصول الربوبية في الحقيقة بالحق، والأعيان معدومة بحالها في الأزل، فلسر الربوبية سر به ظهرت ولم تبطل. وسر القدر ما علمه الله من كل عين في الأزل مما انطبع فيها من أحوالها التي تظهر عليها عند وجودها. وقال بعضهم: السر هو ما لا يحس به هاجس النفس، والسر هو ما غيبه الحق وأشرف عليه به. يقول الشيخ الحسين بن عبد الله بن بكر الصبيحي: السر هو ما يطالعه العبد ولا يطالعه الملك ولا الشيطان، ولا تحس به النفس ولا شاهده العقل، وهو في الإضمار، لم تحوه الهمم ولم تدره الفطن، وهو في لباب لب القلب من حقائق المحض من خطرات الإلهام، كشرر النار الكامن في الشجر الرطب حتى تمثله الإرادة والمشيئة والأحكام فينتقل في الأحوال. ويقول الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير: السر لطيفة من ألطاف الحق، على نحو ما يقال: الله لطيف بعباده، وتلك اللطيفة تظهر بفضل الله تعالى ورحمته لا بكسب العبد وعمله. ففي البداية يشعل في قلب العبد الحاجة والحزن والرغبة، ثم ينظر إليه بتلك الحاجة وذلك الحزن، فيضع بفضله ورحمته في قلبه لطفا لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقال لذلك اللطف سر الله، وهذا هو الإخلاص. والأسرار عند الشيخ ابن عربي هي اللطائف الإلهية التي أودعها في ذوات الموجودات، فاختص كل موجود من الشأن الإلهي بلطيفة هي محتده من كمال الحق تعالى، بها يرجع إلى ربه، وهي الحاكمة على روحه وقلبه. ومن ثم قيل: بين العبد والرب سر لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وسبب ذلك أن كل مخلوق مملوء مما أودعه الله تعالى فيه من خصائص، فليس فيه فضلة ليسع ما في غيره، فما لكل أحد من الله تعالى إلا ما هو عليه ذلك الشخص، وغير هذا لا يكون. ولكن قد يكون سر بعض الأشخاص ذاتيا، فيرجع إليه في الحكم جميع أسرار الموجودات بالضرورة رجوع الصفات إلى الذات، فيحوي كل ما حواه الوجود إجمالا وحكما، وليس له على التفصيل إلا ما هو عليه عينا ووجودا. وقال الساحلي: النفس والقلب والروح والسر والباطن أسماء لمسمى واحد، وهو اللطيفة الربانية التي كان الإنسان بها إنسانا، وتختلف أسماؤها باختلاف أوصافها، فإن مالت لجهة النقص سميت نفسا، وإن تخلصت من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان سميت قلبا، وإن تخلصت منه إلى مقام الإحسان ولكن بقي فيها أثر النقص كأثر الجراحات بعد الشفاء سميت روحا، وإن ذهبت تلك الآثار وصفيت سميت بالسر، وإن أشكل الأمر سميت بالباطن.
وأما في حياة السر. يقول الشيخ سهل بن عبد الله التستري: خلق الله تعالى السر وجعل حياته في ذكره. أما في خطرات السر، يقول الشيخ محمد بن عبد الملك الديلمي: خطرات السر أنواع شتى، من جملتها الرؤية والنظر والالتفات إلى الآخرة. وأما في سبب تعدد الأسرار، فيقول الشيخ الأكبر ابن عربي: إن تعدد الأسرار عندنا إنما هو لتعدد هذه المقامات الإلهية الغيبية التي ذكرناها، ولكل مقام سر يخصه، فلهذا تعددت الأسرار وكثرت إضافاتها، فقالوا السر وسر السر وسر سر السر وهكذا. فإذا سمعت إضافات هذه الأسرار فلا تتخيل أنها راجعة إلى معنى واحد، مع تعريض لك أنها متعددة بالمقامات، وإنما كانت إضافات بعضها إلى بعض، فالثاني لا يحصل لك أبدا ما لم يحصل لك الأول، ولا الثالث ما لم يكن لديك الثاني. وأما في ضرورة كتمان الأسرار الإلهية، يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: سر الله تعالى مبثوث بين خلقه لا يعرفه أكثرهم، ولو أراد الله عرفهم، فمن أذاع سر الله فقد عاند الله. وعندما يذوق العارف شيئا لا يستطيع أن يصل به باللغة المعتادة، فإنه يعجز عن الكلام، وليس لأنه سر لا ينبغي أن يقوله حتى لا يفتتن الناس، وإن هذا السر هو أمر شخصي وذوق شخصي يفيد المريد، وقد لا يفيد الأشخاص الآخرين، وهي تجربة شخصية. من أجل ذلك ظن العارفون على غيرهم بما لهم من علوم ومعارف، واعتبروها أسرارا لا تفشى ولا تذاع إلا أن تكون إشارة لماحة يصدرها الذوق من مواهب الحال، وتستقي من التجربة، ولا تعطى هباء منثورا لكل من هب فيها ودب، فكما أنها لم تحصل إلا بالجهد والمعاناة، فكذلك لم تبذل إلا لمن هو حقيق بها وخليق. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد العارفين قد أشار إلى هذه المعارف الشخصية والخصوصية التي لا تذاع على عامة الناس، لأنهم ليسوا مطالبين بها من طرف الشريعة الإسلامية. روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ أمانة الإسلام إلى كافة الأمة الإسلامية كاملة فيما أمره الله عز وجل. أما فيما اختص به من تذوقه أسرار العبودية أو اطلاعه على أسرار الكون فيما لا يمكن استيعابه أو فهمه من طرف غيره من المسلمين الضعفاء، فإنه لم يكلف بإرهاقهم بتفاصيله،
لهذا فقد أسس العارفون بالله علم الإشارة الذي يقوم على شرعة الحب والذوق والتحقيق، فهم يعتبرون هذا العلم سرا لا يناله مطلقا من ليس من أهله، وهم يفعلون ذلك لأن هذه الأسرار التعبدية مصونة عن عبث الأغيار من الخلق والآثار والأطلال، وهم قد اصطلحوا على أن السر هو ما يكون مكتوما مصونا بين العبد والحق سبحانه تحت غشاوة الأحوال، ذلك أن الإشارة قد تكشف عن سر وحال صاحبها وعن تجربته، وقد يتبين منها أذواقه العالية فيما عساه يعاني، وقد لا يتبين منها سوى المواجيد التي يصعب التعبير عنها بلفظ أو مقولة. روي أن الجنيد البغدادي رؤي في النوم بعد وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر. ولا يتم تفسير السر إلا من طرف شيخ عارف بالله عز وجل، يدل المريد على فحوى ومعنى وطبيعة الأسرار التي تتوارد على قلبه وحواسه. وفي الصدر الأول من الإسلام كان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون أسرارهم على قدوتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: قد عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت لذلك ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حارث، عرفت فالزم. قالها ثلاثا. ذلك أن الشيطان الرجيم يحاول أن يستدرج المسلمين نحو البدعة والزندقة من خلال محاولة إيهامهم بخدع صوتية وبصرية ووسواسية لا ينجو من مخالبها ومثالبها إلا العارفون الموفقون. فقد كان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من الصالحين، وكان من أولياء الله الذين ظهرت عليهم بعض الكرامات، فحاول الشيطان الرجيم استدراجه نحو البدعة والانحراف، فاستطاع كشف حيلة الشيطان بسبب معرفته بالفرق بين السر الرباني والإفك الشيطاني. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: كنت ذات مرة جالسا في خلوتي أذكر الله وأسبحه، فإذا بالخلوة تمتلئ نورا ما رأيت ألذ منه، ثم سمعت صوتا ما سمعت أجمل منه قط، فقال له الصوت: يا عبد القادر. فقلت: لبيك. ثم قال له الصوت: لقد أحببناك يا عبد القادر. فقال الشيخ: لقد ذبت ذوبانا كما يذوب الملح في الماء. وظن الشيخ أن الله تعالى أرسل له ملكا يكلمه، أو أن الله تعالى سيكلمه كما كلم نبي الله موسى عليه السلام. وقال له الصوت:
ولقد قربناك يا عبد القادر. فقال الشيخ: فاقشعر جلدي. ثم قال له الصوت: أنا ربك يا عبد القادر. فقلت: لبيك ربي لبيك. فقال له الصوت: أحللنا لك الحرام يا عبد القادر. فتبدل حال الشيخ وقال لصاحب هذا الصوت: اذهب يا لعين. فقال الشيخ: فانطفأ النور وشعرت ببرد وظلمة، وسمعت صوتا ما سمعت أقبح منه قط، وهو يقول: علمك نجاك يا عبد القادر، والله لقد أخرجت 70 وليا من ديوان الولاية بها. وهنا نفهم أنه تتصل بالأسرار بعض المحاذير والأخطار، ولعل من أخطرها إسقاط التكليف أو التنصل من الطاعة التي جاء بها الفقه الإسلامي، ذلك أن السر إذا لم يقترن بالأدب والعلم قد يغتر صاحبه بالوصول إلى مرتبة وهمية يسقط بها التكليف الشرعي عنه، مثلما هو حال المعتوه والمجنون والهرم. فالسالك لطريق الله عز وجل يجب ألا يلتفت إلى هذه الأسرار على أنها حجة له للتقصير في الآداب والطاعات والعبادات التي لا يتوقف تكليفه بها إلا بوفاته اليقينية. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالطريق الصحيح لا يعتد بشطحات وواقعات الزنادق المدعين بوجود الأسرار التي تعفيهم عن الاستقامة الأخلاقية والشرعية، مثلما أورد الشيخ أحمد بن علي الرفاعي رحمة الله عليه، فقال لشيخه عبد الملك: أوصني. فقال له: يا أحمد، ملتفت لا يصل، ومشكك لا يفلح، ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. وإذا كان الالتفات إلى الأسرار والأذواق والمشاهدات قد يمنع مواصلة الطاعة والعبادة، فإن التفلت من التكليف باب للزيغ والنكوص والانقلاب على العقب الذي لا تؤتمن عاقبته في الدارين. فهذه الأسرار ما هي إلا محفزات وتشجيعات ومنح وجوائز عاجلة في الدنيا للمريد كي يستمر في الاستقامة على طريق الهدى، ولا يمكن أبدا تفسيرها على أنها مسوغات أو استدراج للتوقف عن الاقتراب المتواصل من حقيقة الإسلام. روي أنه لازم أحد المريدين الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله 5 سنين، فقال له: أي شيخي عبد القادر، قد لازمتك 5 سنين ما فارقتك لحظة، فلم أر منك كرامة. فقال له السيد عبد القادر: أعوذ بالله، هل رأيتني قد تركت فرضا من فروض الله عز وجل؟ فقال له الرجل: لا. فقال السيد عبد القادر: فهل رأيتني قد تركت سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال المريد: لا والله. فقال له السيد عبد القادر: هذه والله هي الكرامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.